النهارده اشتغلت كويس جدا، لقت نفسها بعد سنين من الصرف والسنين من الانفستمنت والاستثمار ابتدت ان هي تلاقي نفسها بشكل كويس زي ايفرتون. ايفرتون كان عندهم مشكله كبيره جدا ان هم بيتعاقدوا مع لعيبه لكن مفيش المدرب اللي يقدر ان هو تو بوت ايفري ثينج ان بليس، ان كل حاجه تبقى محطوطه صح. النهارده راحوا اتعاقدوا مع انشيلوتي. انشيلوتي واحد طبعا من اكبر الخبرات وراجل عنده خبرات كبيره جدا، قدر يتعاقد مع اللعيبه اللي هو شايف ان هم يقدروا ان هم ينفعوه زي الان، زي خامس رودريجيز، زي ثلاثه اربعه لعيبه يقدروا ان هم عندهم خبرات كبيره جدا. فانا متوقع ان ايفرتون هيبقوا بينافسوا لغايه اخر دقيقه على التوب فور.